يعني نستمع من دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان. دكتور حسام، يعني خبر يدعو الى التفاؤل، ولكن هو التفاؤل ايضا لابد ان يكون بحرص. يعني عن اسباب صدور هذا القرار النهارده ايه؟ دكتور محمد، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. يعني كما حضرتك ذكرت، احنا بنتحدث النهارده عن متابعه دقيقه جدا للوضع الوبائي في مصر ومعدلات الاصابات المجتمعيه، معدلات المرضى اللي محتاجين يخشوا مستشفيات، معدلات يوصلهم في العزل المنزلي، وفي نفس الوقت بنتابع معدلات التطعيم. المتابعه خلال الاسبوعين اللي فاتوا احنا لاحظنا انه في انخفاض ثابت وملحوظ في معدلات الاصابه المجتمعيه، في معدلات دخول المستشفيات، في معدلات الوفيات، وفي ارتفاع في معدلات التطعيم. وبالتالي كان الانسب انه يبقى نتوقف عن اذاعه البيان بشكل يومي، وده كان توجيه من الدكتور خالد عبد الغفار القائم باعمال وزير الصحه والسكان، انه تبقى البيانات تذاع بشكل اسبوعي عوضا عن ان تذاع بشكل يومي. المطلوب ايه؟ احنا عايزين نحافظ على اللي احنا وصلنا له ده. في مكتسبات اتحققت، صحيح. يعني عايزين نحافظ على ده، والحقيقه انه اصبح واضحا من بعد سنتين من التعامل مع الفيروس ازاي نحافظ على ده. ازاي نحافظ على ده؟ بالحفاظ على معدلات تطعيم مرتفعه، بالحفاظ على معدلات التزام بعدم التزاحم بالتطهير، بانه في الفتره الجايه وهي فتره رمضان اللي شهر بيبقى زي ما بيقول احنا المصريين رمضان بيحب اللمه، احنا عايزين اللمه دي تكون في مع الحفاظ على الصحه العامه ايضا. نطعم، يبقى في تباعد اجتماعي، يبقى في اماكن جيده التهويه، يبقى في تطهير مستمر للمكان وللايدي. لو قدرنا نحافظ على ده هنقدر ان احنا نكمل منظومه النجاح الحقيقه التي بداتها الدوله المصريه منذ اليوم الاول من اعلان منظمه الصحه العالميه انه فيروس كورونا هو وباء سوف يجتاح العالم. طب هسال حضرتك على بعض الاخبار اللي بتجينا، انه لسه برضو في بعض دول العالم، يعني يمكن حتى في الصين، في مستوى اصابات عالي. احنا وضعنا دكتور اللي وصلنا له ده، يعني من حق وزاره الصحه والمسؤولين فيها، ومن حق المسؤولين عن مواجهه هذا الوباء واللجنه العلميه وكل الطقم، يعني نقول النهارده على هامش هذا الخبر الفكره المصريه او الجهد المصري، لو نلخصه للناس، مصر عملت ايه لمواجهه هذا الوباء بشكل علمي؟ يعني المجهود المصري، التجربه المصريه. طيب خليني اقول لحضرتك انه منذ اليوم الاول كان في توجيهات واضحه من السيد الرئيس ان احنا مطلوب مننا نحافظ على الانسان المصري. والحفاظ على الانسان المصري لا يقتصر على ان احنا نحافظ على صحته فقط، لكن نحافظ على صحته ومعيشته وحياته. التوجيه كان واضح، هو ازاي نحقق هذه الحفاظ او هذا الحفاظ على المواطن المصري في صحته ومعيشته وحياته ووضعه الاقتصادي ومصادر دخله بدون ما يجر حفاظ على مصلحه اساسيه على الاخرى. وبالتالي كان التحرك من بدايه الازمه، سواء بتخصيص مستشفيات للعزل، سواء بتوفير الكواشف للكشف، سواء بالاجراءات التي اتخذتها الدوله على مستوى الحمايه الاجتماعيه وعلى مستوى الحمايه الصحيه. في فترات كان هناك قرارات صارمه جدا تتعلق بوقف انتقال من محافظات لمحافظات، كان في قرارات تتعلق ب المترو كان بيقفل الساعه 6 لو الناس تفتكر، واحيانا الساعه 5. يعني كان هناك قرارات الحقيقه قاسيه جدا مرتبطه بمعدلات انتشار وبائي. هي سر السر في النجاح هو هذا التوازن الذي كان من توجيه السيد الرئيس، واللي قامت عليه اللجنه العليا لرياضه الازمه برئاسه دوله رئيس مجلس الوزراء وعضويه الوزراء المعنيين من الاول. تشكيل لجنه تضم كل الجهات الفاعله الحقيقه كان قرارا
بداية للنجاح، إن أنت النهاردة بتستعرض الأوضاع أمام كل الجهات الفاعلة، مش لم تكن جهة واحدة هي اللي مسؤولة عن إدارة الأزمة، لكن صحيح صحيح، تضافر تضافر جهود كلها، فتعاون كل الجهود، التنسيق ما بين كل الوزارات، وفي نفس الوقت أنت وضع نصب عينيك الهدف الأسمى، وهو إزاي تحافظ على الإنسان المصري محافظة تامة، مش بس الصحة، صحة واجتماعيا وماديا ومعيشيا، ومع الحقيقة المبادرة والسرعة في إحنا الحصول على اللقاحات وتوفير اللقاحات كانت منظومة نجاح في الوقت اللي كان في دول كثيرة تعاني من الحصول على اللقاحات. كان الحمد لله الدولة المصرية قدرت أنها توفر لقاحات لمواطنيها بشكل كبير جدا. مجرد ما كنا الجهات البحثية والعلمية عندنا بتشوف أنه في دواء، الدواء ده عليه مؤشرات قوية للنجاح، كنا بنسارع ونبادر ونتعامل. انت يعني انا اذكر ان انا قلت لحضرتك انه دواء المولنا برافير ده توافق عليه في الاف دي اي يوم 23، وكان عندنا على طول. صحيح صحيح، وكان عندنا في 23 يناير، صحيح، شهر واحد. فالحقيقه انك قدرت توفر مستشفيات، التكامل ما بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنك بدأت في الأول بمستشفيات وزارة الصحة، لما الموجة ارتفعت دخلت المستشفيات الجامعية، بعد كده بدأت تتحرك على توفير اللقاح، توفير الواقيات، حقيقة في ظل أزمة وكانت الدول بتتصارع على توفير أجهزة التنفس الصناعي، وكلنا سمعنا عن السفن اللي كان فيها أجهزة التنفس الصناعي رايحة لدولة، جت دولة تانية خدتها. صحيح. إزاي كان هناك توجيه أيضا من السيد الرئيس لهيئة الشراء المصرية أنها توفر أجهزة التنفس الصناعي، توفر الهاي فلو نيزل كانيلا. الدعم النهاردة أنت السيد الرئيس وجه بتخصيص 100 مليار جنيه للتعامل مع الأزمة على جميع أصعدتها. جزء الصحة كان في كل موجة كان بيتم توفير أكثر من مليار جنيه لباب واحد بس، وهو الأدوية والواقيات. صحيح صحيح. فالحقيقة أنت تتحدث عن منظومة نجاح مبنية على تخطيط سليم، مبنية على تنفيذ سريع، مبنية على تكامل وتعاون كل الجهات الفاعلة في الدولة المصرية للحفاظ على الإنسان المصري. صحيح. شكرك جدا دكتور حسام غفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان.